وعودة إلى المؤتمر الصحفي الذي عقده الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، ينضم إلينا من هناك مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرز حيث يطلعنا على المزيد. إليك كريم. مؤتمر صحفي خاص للفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس الذي تحدث في هذا المؤتمر عن دحض الإشاعات التي حدثت خلال الأيام السابقة، وخصوصا هذه الإشاعة الخاصة ببيع أصول قناة السويس، هذه القناة التي ربما ضحى من أجلها وضحى من أجل رمال سيناء وقناة السويس المصريين وجنود المصريين والشعب المصري. أكد الفريق أسامة ربيع خلال اجتماع خاص مع الرئيس عبد الفتاح السيسي أن هذه القناة كانت وما زالت وستظل ملك للشعب المصري وللدولة المصرية، ولا يمكن المساس بهذه القناة على الإطلاق. أما فكرة الصندوق الذي ظهرت فكرته في 2019 خلال كلمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، هذه الفكرة جاءت للاستثمار الأمثل لتطوير قناة السويس، حيث تأتي المدخرات الخاصة بقناة السويس أو العائد الخاص بقناة السويس لميزانية الدولة، ويخرج بعد ذلك جزء من ميزانية الدولة لتطوير هيئة قناة السويس ومرفق قناة السويس. سيتم اقتزاء جزء صغير من الجزء الخاص بهيئة قناة السويس بعد المصاريف الخاصة بالهيئة ليتم وضعه في هذا الصندوق ليتم تطوير هيئة قناة السويس، وأيضا استخدام هذا ربما التمويل الخاص بالصندوق لمشاريع مختلفة خارج الهيئة وهو منفصل تماما عن الهيئة. أما البند الخاص والأهم في نص مشروع القانون الذي أثار جدلا، وهو بيع واستئجار وشراء الأصول والانتفاع بها، هذا البند يتحدث عن أصول الصندوق وليست أصول مرفق قناة السويس. مرفق قناة السويس وأصوله مملوك للشعب المصري وللدولة المصرية، أما الصندوق سيقوم بعمل مشروعات مختلفة واستثمارات مختلفة، هذه الاستثمارات سيكون لها رأس مال، سيتم استغلال رؤوس الأموال الخاصة بالصندوق في حد ذاته وليس مرفق قناة السويس. أما الجزء الآخر الخاص بالاستثمار الأجنبي أو التدخل الأجنبي، فتم التأكيد أيضا على أن هذا المرفق هو يتم إدارته بإدارة مصرية وبتمويل مصري، وضربوا بذلك المثال الخاص بقناة السويس الجديدة التي تم إنشاؤها بأموال مصرية خالصة وبأيادي أيضا مصرية، لذلك لا يوجد أي تدخل أجنبي فيما يتعلق بقناة السويس، ولا يوجد أي استثمار من الممكن أن يؤثر على ملكية مرفق قناة السويس للشعب المصري وأيضا الدولة المصرية. هذا أيضا بجانب الحديث خلال هذا المؤتمر الصحفي الهام عن طمأنة الشعب المصري والتأكيد على أن هذا المرفق ما زال يعني ملك للشعب المصري، والاستثمارات المختلفة هي فقط لخدمة الشعب المصري، وهذا الممر الملاحي يملك يعني يمتلكه الشعب المصري والدولة المصرية.